نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي عشان نعرف سوا اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه المختلفه مع زميلتنا العزيزه روزان نصر الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هنقول لكم كل الأخبار المتعلقة طبعا بالفرق المختلفة والألعاب الأخرى وكمان الفريق الأول. خليني أبدأ معاكم بأخبار الفريق الأول، يعني تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، واللي منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وده طبعا بعد نهاية المران الجماعي اللي كان بالأمس على ملعب التتش بالجزيرة، وهيستأنف الفريق تدريباته غدا، وده طبعا استعداد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا. كمان عايزين نطمن المشاهدين على محمود وحيد ومحمود متولي، واللي بدأوا بالفعل التدريبات التأهيلية على هامش ميران الفريق، وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، ويخضع محمود متولي لبرنامج التأهيلي بعد شكوى من آلام في الأوتار بتاعة الركبة. كمان بالنسبة لمحمود وحيد واللي بيعاني من الإصابة بجذع في الرباط الداخلي للركبة، كمان بالنسبة لصلاح محسن اللي شارك كمان في مران الفريق وهو جاهز بشكل كبير لمباراة الحرس الوطني. نروح بقى للألعاب الأخرى وانتصارات كرة السلة مستمرة. الفريق الأول لكرة السلة سيدات فاز على هليوبلس بنتيجة 83-63 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، وشهدت المباراة أداء قوي جدا من سيدات سلة الأهلي واللي قدر ينجح في تحقيق الفوز، وهيلتقي سيدات سلة الأهلي اليوم مع فريق الجزيرة في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. خليني كمان أقول لكم إن في إقبال كبير جدا على عضوية الأهلي، طبعا ده قبل زيادة الأسعار. لجنة العضوية بالنادي الأهلي استقبلت بمقر النادي هنا بالجزيرة أعداد كبيرة جدا من المتقدمين للحصول على عضوية النادي، سواء العضوية العامة أو عضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، وطبعا قامت اللجنة باستقبال المتقدمين وفحص الأوراق وعقد المقابلات الشخصية في إطار الإجراءات المتبعة لقبول المتقدمين. كمان مجلس إدارة الأهلي كان قرر في وقت سابق أنه يعرض على الجمعية العمومية للنادي زيادة قيمة عضوية الأهلي في فرعين الشيخ زايد والتجمع الخامس. في نهاية طبعا كلامي عايزة أنقل للمشاهدين الأجواء العامة في النادي، يمكن متواجد عدد كبير من الأعضاء. كمان حالة الطقس بعد طبعا أمطار، يعني كانت امبارح غزيرة جدا واستمرت النهاردة صباحا، لكن من ساعات قليلة الأمطار دي توقفت، وتقريبا يعني حاليا درجة الحرارة 24. بالنسبة للحالة المرورية يمكن في بعض التزاحم عند رمسيس وكوبري أكتوبر، لكن بشكل عام في سيولة مرورية كبيرة. دي كانت كل الأخبار هنا من النادي الأهلي بالجزيرة، شكرا لكم وعودة لكم مرة تانية. شكرا لك انت زميلتنا العزيزة روزان نصر، وأكيد هنكمل مع حضراتكم سلسلة أخبارنا وإلى الصحافة الرياضية.